السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان سومالوين ميل والبقو اي جوغان وحن رجينينا ان شاء الله محان كورا هذا اي اي اينا مقليان مركار وحاويان رمضان كي وحي رباكاري رمضان كريم بان لنا هاي ما انت موضوع عن لصوا فريسانا اي انيقي انا تنادير كوا هاي سومايير وحاويان ما دام اي دد فربضان حنون كيغا اي ادوغا والولين او دد اين اخيار او جعل اي جيران او ملايين محانكو عالم عاشقين اي جيران ما دام محانكو راضاي صاحب كي ديق درجنا ما دام اي صاحب لله يهين سمية لغسو غريري كول كيدا اين انيقا انا محانكو راضاي دور قفي يلادين والسدايت هاي سمية ورتوان اقام هاد علينا انا اقام هاد علينا ايان هالكنو صوفر يساني ده سومي او عفمات قبطانا اي شعب كي دي لها دا شو اي ترادو واي كان اديات بانو في عانا هاي مركا دي يدا محان كورا هدا بل اريا بيحي دونتا مركا go ahead السلام عليكم guys كسو دو هادا channel كيغا ناني قوان عفمات قبا هدا نغطة فرتي بري لسو دافي وان داما وانا الحمد لله وانا وناكسنا هاي And the matter is that 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 the matter is وأنا أقول لك أن أنا 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 وأنا أقول لك أنا 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 أقول لأن عامل دكتور ملايين مقاسين ملايين بيجي حجان وأنا عاف ما طيب لكن هذا قصد عشاء بتكون جرتان وأنا عاد بيجي ديك ما قص كان عارف من قعف ما طيب لكن هذا وقت بقول كه بقول وقت قاعد على الله بس هي استنير من بعد سوا عارف إيش ها إن وحيا بها كلا إد محان كورة هذاي كلي دتك كتب بقول ده حكم ده ها إن وريه نوين إن الله عمرك أوبرك هيو ديك درجو ديق درجة عنتو سمي وجي كده عاوي. ورث ديق درجة عنتو ده ويسو ديبي. عنتو ده مركو ويسو ديبي الباب كي بليجو علوا بليسيد دين ويا كورونا ترى ليجو. أنا أوجه هاي. مركي عنتو ده ليسيد دين ويا أو ديق درجة نسمي ما دو جيسي يقولي وحلو وحن كوا لنا قرن مايو. مركا أنا ده قلوب كي يقول بحيو قلوبكم مسك بقتي. هل كبرتي بان كو عنب عنتو. أنت سمي وقالي ده أنت ده عصير عايز كمان أنا كم حياة واحد كلا يا جديد قف بين هذا وصرير صارنا سدح بريس صارنا وحتى لنا توم بقى على جوجو زينا يا يد بيحي لجوجو سدي اسكم يشيل زين زعل ما هي أنت ده عصير أنت توم بقى عنك رأي سبب ما هين أنت ديق درجة هو حاسد وحوي سودي بورش بقى قف كلا دراي وحوي سودي إن باستي إيو إيوه ساندويتشي ساندويتش باتون بالله قعوني كرا ما يوان عونا كريد ده مالك اسمح لا ده مركز نختار كي لقولي ما بقلي سيد بقى إيه لقول دي دي ما حد يسوي عيو دي دانو باتون بدن عادي قامري سو من نقطة وحيا ما يقول الله بياك بذي ديق ديق درجة روح كل يي ما دوق جي سوي يقولي ديق درجة عن تاني سمايا ده هابا كوري حاسمة يا عن تاني ما تكلم عن تاني قاعد عنا ديق درجة عن تاني سمايا وجيبو كيري ويقولي ويقولي ديق درجة وحقا ويقفت حدا يي لكن ما كتشري دوناي لكن مركي الباب كلي سي دين واي محاصم وكو خصبانا احنا ما شكت هم تقانا مرايكا كمركا يماتي
حابة كوغلية بنا كوغدا عي أما إلومن أما سميسيت والله إن سؤال أدوان أكسن بادي ويدي سي وحيابها يقول لي ياب كبدن مريكان كمر كان إمدي شقدي عن قلي وحي قارياشن لوضي إسكولي ده صح مرك هذا كان أنا قو عن قاضي ولا بقف ولا بقف أنا ورت أرورتي قاضي أو إسكو فلاشة قاري أي هي لو أرد ده إسكو فلاشة أي قاري نسأل قاضي سأله ده ما إسكو فلاشة إسكو فيلم أسخال لغالة ما هي معناها واحد نقول شيء ده وحبان يرحل وحبان ويرقرينا يا أي ويقولين هم بنك هذا وهذا وي واي يا هاي مرك قف كان وحنا قا مرك ويقولين هم قف كده هذا إسكو فلاشة قاري مرك هلا بدن قف إسكو فلاشة قاري مرك عن وضو ميد أم بسوق هاي حقة أم بدر بحاجة نفتا وع دكتي وحبك كمان مغلو thank you ده سانكو هاي قارقو كاميرات بولي يهاي أنا وحربا ما تعبان كرتيد أنا وحربا إن لا يراه ذو نكاس وان في عنا سيف عم بشقدي سوقا دقي هو حصل هاي لعقت على غو بيرين وحلا إيه بيرين يوم جرتي thank you ده أم بيه بيرين قلنا دانو شقية هاي مركا كو كلانو يقول نفتي در بحاجة وع markaas aan ku yiri thank you I need feed me more ana dadku siyaasaygu ooyaanay siyaasanu ooyay markaan inta ka daalan hawsheeda xaggan ka wootay shaqadaasi waa shaqada maxaan ku raahday eegu adkayd bay ahayd okay shaqadii kale igu xigtayna waxa ahayd taraagan ka shaqeynay inta markaan imikaad afrika tagtay adiga deeqdar jeed afrika tagteen taraagii aan ka shaqeynayay dag bala gala xagga dambaa loo gala si waa lagu buuxinaya alaabti marka alaabti lagu buuxiyo waxaad maxaan ku dhahday tareelaha gabad ku xiranaysa si ismooga oo maxaan ku dhahday bilateshina oo baan tareelo kale ugu xidhay kaygii ba ma ku kalaan ku xidho ilaahay igu og yahay markaan xogaa la dhaqaaqeen sidi tadamka maxaan ku dhahay hagaajiso oo buu kiilaha ila diriray oo de ingiriis kan waxaan ku raaday aw dadkan madaw gaana luqadooda si fiican looma fahmo ingiriiskooda ha gudu gada si number uu bii guura number kumaan eegay markaasan ogaaday inaan khaldanahay numberkii uu baan uga furay allah da afaraayood gush I am sorry ha shada in taasina way igu darnay okay way tikoos dilay soo gudbo maxay hayday like mid ka daran oo macnaha haddii qofku saxbu soo maraa moogtahay oo wallahi su'aal wanaagsan baad weydiisay Soomaaliya ta kale ka darnayd waxa ahayd in gabadh la yiraahdo magaciiga waan qarinayaa waxaan u bixiyay Basra Baahsan ayaan israacnay marka maxaan ku raaday iyadii inaan keedan Basra Baahsan israacnay Basra iga raalla hawde xogaa yarban kul xana ma hadde waa iska cadaadaan qoodi Basra Baahsan uma ka dhigin magacaagi sumeyo ku garanaysa ayadii marka Basra Baahsan yeena keegi baan israacnay waxaanu tagnay noora dakootan tagnay gaariba ka soo iibinaysa Basra Baahsan marka Basra Baahsan aanu israacnay walaashayna muslimki waxay ku leedahay in ha gaarigu waan iibinay waxa Israa Cabdi Waasac iyo maxaan ku raahdayay iyo inanki baa israacayna keedi gaariga soo ibine kixiyeen aniguna gaarigi kale aan marka hore ku tagnay ayaan soo kixiyeen marka hurda ay qabato ilaahay ba saygoog sax Basra Baahsan waxaan ku wadi hurda ay hayse hadii aan seexdo maxaa ku raada ay kici oo wariya babullo har iyo dehbanaydi saaxiibada walaashayna muslimkiyan kici ku dhan ku tashanayay iyadaaba seexatay aniguna waan hurday iyadaa seexatay khuradeedii uma ku kacay waxaan siiroon barqo ruuftin waan maxay mashiinka bila gaariga mashiinka bila biyo ka noqday waa maxay mashiinkii beeraha lagu istaariya ka qaylinaya waa maxay makiinad hadhuudhan maxaa ku raadaa ee diriska kula noqotay ayaan isleeyahay qurfteedi ilaahay adeena khurinay naag gabadhaasi Basra Baahsan hadeena khurishil baan gali lahayn laakiin khuradeysa khurada ay khuradu ilaahay nagu badbaadiyay na hadintii waxa weeyaan caadi baan noqdayba maalinta Basra Baahsan ha maalinta Basra Baahsan ayaa eegu darnay
ما أنت تاسا إيجود درنيد آنيكا بس رباسة ها أنا أبين دورس ما بس رباسة وحن ويد دعاء محاكور دعاء سمري من الله كاس يتيكو سمرتنا الله كارد كارديكو كله أنا كنا كادم بينا الله نكديكو كويكو سمرة وحن خورا دعاء هوشة أدق شيء خورا دعاء سامي كوبيد بيدني إن وحن كويدين يا مركا هذا حاجة سمية نقطتين سؤالي ويديو بس رباسة المركا لقيتكو إمك إن أنو وحن كلا يابي إن ده كان سوشيال ميديا كتيرة وحيابه كلا يابي إن وانخوش هيجي أدوس وحيابه أدل يابته محاكمة إن كاستو أديكو سرير كوي إن يا لبا حقي لقى قصو دعين لها قرفيس كبر هذين اللين محاكم رادا ياي قارقة دشيدة سارن تاي إيو iyo taashki gaariga ay saaran tahay iyo maxaan ku raadayay shiftigeega u dhamaaday oo sii deesay iyo horta anu inkastoo kooran laha kulli waa qalbi fiican tahay oo qof aad u qalbi fiican ba tahay inkastoo kulliina dadka fiiska kugu raadsadeena de maxaan ku raadayay xogaa geer ka helayna maxaan ku raadayay duco ugu kab wallahi u barakeeyo badana bay galaan wax yar ma bay galaan ba okay maxaad la yaabtay mal social media كوكولا يابا وكويدي سوشي social media يعني لك social media وكل دوين دي social media قف بق social media انت صومالا لك جرا قار تيك تاك جرا قار انستغرام جرا قار يوتيوب جرا موكت لكن سي دك social media هم كلا دهو دك او لايك او در او در او در حاجه waad ku jira TikTok iyo dadka ku jira YouTube labadaas adoomayaal labada ani mararka qaar waxaaba qaar waa ka xishooda moogtahay waayo waxa arkaysa qof waayeel ah oo afka ku taagi kirin oo waxba dhigi kirin oo maalintu ku soo fariisto wuxuu rab iska dhahay wuxuu rab iska sheegaa haadi qofkiid karaamaysood life u soo kortay umba ayaa hooyada iyo aabahaaba amaanayo oo hooyada waxa ku sameey aabaha waxa ku sameey محو والد تاج هو أمانة يودي من. تيك تاج النقطتين. بس كتيك تاج كتير ودن. أيق واحد كستوي حيو سمايا يعني like سي أي قف أهان تود لا أكون صدا معناها إن سيد أيهين لا دريمو يين تعلم تليهين كو قارنا مرحنا كجشا. قارنا. أو واحد أركي الساعة. أنا هرت هذا ما أنت أركو قف دمر وقف دمر وحكي شيء سلام يا أبو موقته. nin weyn oo waxaad arkaysaa telefoon tusaano qabsado wax iska sheegayo oo like hadal xun xun iyo waxa iska dhadhahayo oo qofkii asoo aqoon u lahayn ba iska sheeg sheegayo dhahayo saan waa qofkan saan waa kan hay waay anuu waxaan la yaabay ana hada qof wuxuu sameeyay hadaan ka sheego habeenkii ma ka seexin maanta dhaqor qof wuu soo dhadhaca hadalkiisa ugu soo laalaabanay wixii asha ugu soo laalaabara dadka qaarna waxa sweeb iska caadeysteen bay iska sheega laakiin aniga 2018 kiyan social media bilaabay ilaa hada 2022 weli qof iga soo hadlaya ma dhaho maxaad iga soo hadlaysaa iyo kan maxaad u sameynaysaa weli hal mar baan qof ka hadlay intuu iga soo hadlay laba mar baan ka hadlay marna ay ahayd salmo inaan ka hadlo iyo mar ay ahayd gabadh oo like ugu waxa gudubtay laakiin aan runtaan u sheegay waxaan ku yiri views ay ugu raadsanin intaas oo qof ayo anoo awooday inaan u jawaabo ayada waxaan u jawaabay waalidkeygii ku xad gudubtay أنا waxa laga sheegay halay xumeeyo waxay la rabaa laygu timaamo laakiin ma jecli waalidkii lagu xadgudbo soo saas ayada nagu jawaab laakiin ma ugu jawaab leen waqti hore waxa sayda dhaxa ka soo wareegayte ba 3 sano Okay si wanaagsan baad uga jawaabtay aniga lafta ahaanteedu social media waxyaabaha aan ka arkay waxa kamida aan la yaabo qof ba oranaya hooyaday ba dhimatay markaas uu leefkii soo galay wuxuu leeyahay hooyaday ba dhimatay ii duceeyay saddex cisho kadibna qofkii haas buu iskaga soo duubayaaba haddii waa qofkii doraad lahaa maxaan ku dhahay hooyadii waxaan u sanaysaa oo ama sii deesay gaariga lama bayaaba xataa qofkaas oo kale ayaa haas taas kaga soo duubaya waxyaabaha kalena la yaabo waxa kamid ah qof weyn oo waalid ku ah sidaad sheegtay adigu gurjob ayaabaad leef soo koraysaa waad karaameynaysaa qofkii hooyada iyo aabaha in adeerkaagu amaanayo wuxuu ku leeyahay hooyada waxa ku sameey aabaha waxa ku sameey maxaan hooyada waxa ugu sameynaya oo aabaha waxa ugu sameynaya waa khald maxaad
qofka waalidkiisa maxaan ku raamaan toodan oo amaani talabadu waxa weeyaan in sixir barar baa iska jira maanta hadduu ilaahay dhooniga waxaad marisa ku siiyay dad baan haysan dad baa maxaan ku raadaa saliid iyo iyo daqiiq iyo bur iyo wajiga soo marsanay waa ciish weeyaan waxa weeyaan midasna waa ka midasna waan arkay TikTok dadka ugu badan waxay jecel inay live soo galaan ay xujeeyaan ay buri wax asmariyaan laakiin aniga ilaahay markii soo haba ka cabsanaabe qof maba dhigi kiri wakaal game la ciyaaray daqiiq imar dist madax ay gali ha waxa weeyaan ciishka in maxaan ku raaday wajiga la marsado oo daqiiqdan aad wajiga marsanayso dad baan haysan ba saddexda waqti aan waxay dabka saarteen aan haysan adiguna kibir baad daqiiqiyo qof waalidkiisa waayay oo haddana bartii ku jiro oo wax sameynayo lama yaabo because waxaa laga yaabaa qofkaas murugtan iyo dhibaatadan iyo rafaadkan uu la kulmay kelina inuu yahay uu waxaan isku madadaalinayd barta TikTokna waxaa loogu wadi jiraa most of them waxma laga faa'iido barakadii wixii halkaas kaaga imaadana barako maba lanba barako sideedana ma lahanba laakiin qof hadaa arko anigu qof intuu wax like samee like sida hadda halkaas sheegaysay lama yaabo because waxaa laga yaabaa waqtiga inuu ku dhunsinayo ama uu farxad ku ilaalinayo intuu keligii fadhin lahaa uu joogi lahaa waa run laakiin kuwa oo laakiin 100% waan arkay waan iska dhaafaa laakiin aad iyo aad like hayaantaana si xun waxaa looga bilaabay meesha in maxay hayda ay nabiyada lagu xadgudbo oo like si wax loo helo la iska caynaya subxaanallah waxaasoo kale waa bullshit metaas iyadoo waa runta ada hadalka ku wada ma la yaabto adoo hees iska duubay uuba kuu jeeda qofkii hees iska duubaysa oo hees muusig ku jiro ayuu xukuumadda kuugu soo qoraa maxay ahayd ay nabigeena maxamed ku saliya okay waaye qof kasto islaam ah wuu ku qasban yahay inuu ku saliyo uu ku qasban yahay mar walba inuu afka saligiisa ku hayo laakiinse maxaa adig kuu kalifinaa qof kumanta ugu qorto adoo og qofka inuu hees iska duubay waxay ku ciyaarayaan ruulka dhan ay ku ciyaaraan dadkan ruul ma garanayaan ha taasi waxaa ka siiya badan gabadh baa iska soo fadhiisanaysa lifeka war heerkaygan goorme wax u karisaa war ninkaygii goorme raali gelisaa oo maxaan ku dhaadaayay ay romantic iyo jinni iyo shaydaan la matashaa sagaashankaba waxay leedahay anigo qabiil hebela qabiil hebel bay sheeganaysaa maanta way ka baxaysaa saan dambe qabiil hebel kale ku biiraysaa sax malaa qabiilkeeda ayaa saan siri qofka caynkaas oo kala qabiil hebel bay ku biiraysaa qabiil hebel qofkaasoo kale dadma fiicna waxaasoo kale qof baa iminka qofka hargeysa ka yimiday ka muqdisho ka yimiday ka jabuuti ka yimiday ka burco ka yimiday ka boosaaso ka yimiday ka cabud waa ka yimiday ka laascaanood ka yimiday dadku waa walaalo waxa weeyaan maaha afar maxaan ku dhahdaa isku filaasho gaadhay dadkaanu jilciyaha kelmaddaasi isku filaasho waxaanu aqaanaa qofka waalan baanu aqaanaa afar isku filaasho gaadhay oo maxaan ku dhahdaayay social media ku jirta ayayna ummadda maxaan ku dhahdaay dab dhex dhigin labadii qof ee islaysa soomaaliya waxa dhibaataa laba qof waa iscaayaya jago iskuma haystaan boos iskuma haystaan maxaan ku dhahdaayay reer muqdisho boos bay idhaahdaan jagada anagu jagaan idhaahnaa boos bay idhaahdaan boos iskuma haysaan hargeysa oo kalena waxa laga idhaahdaa booska balood baa laga idhaahdaa balloodna iskuma haystaan waxaanti isku haystaan ma jiro bal maxay isku caayayaan wax ka dhexeeya ma jiro labadan qofay iscaayaysa laba dad kalaaba lasoo kala safanaya waarmaad kala qabataanood ninkan addad garanaysidna la hadashaan gabadhan addad garanaysadan la hadashaan oo dadka dhex gashaan oo si hoose gacmo gelijiro hoos baa loo dhaqaayay maa dadka kala dhex gashaan oo dadka maxaad iskugu diraysaan waa waxyaabaha aan la yaabay bay ka mid tahay waxaana rabaa bal kolley waxay fikradaada inaad kolley dagaalkan ukraine iyo ruushka kaasuunba muuqdee kan soomaalidu isku qaaday balkaa balka hadal anigu horta kale saa ula yaabtiin la yaabaa meeshan ku yaabaan fadhiistaa marka waxaan leenahay kolleyda dadkan dadka caaya imika qof baa ka imanaya maxaan ku rea magaalo magaaladan kale uu jaarka la ahaa buu caaya idinkoo reer hebele idinkoo maxaygana idinkoo sidan kalea laanu kolley waxaan u arkaa qof gudub xambaarsanaya aakhirana meelaan ku leahayn ifkana meelaan ku leahayn lasooyan
هذا والله ما صاح يسكو فلاش وجره رجالي إن الباب ده والدنا وحويا وأن لوك ويا والله سك قلاهم عد لوك رئيسي ما بيجير تبع ما الباب ده والدنا وأن لوك واتسك قلاهسا مركا وحن لا دت كان قبيلة عاية وردت قادت ولا لا دت كان قربها أنت يمدين محان كرادا يسكو فلاش هجارن شيء قبيلة محان كرادا سومالية عاية وحويا شيطان كيسكن نار دت قادت ولا لا كل قف كي أنا قف عاية قبيل عاين أنا وحن أسلحة ومرضاف تتك مرضاف كان ويا قف كي ويا أرجع إيه تجي مقدسه إيه هرجي ست تجي إيه برعة تجي إيه جبوت تجي إيه بورم تجي إيه ويا أرجع إيه سيسيب تجي إيه حالنا تجي إيه محان كورا ضاي حمد جوري تجي إيه ورا وسلان تجي وحويا وقف ويا أرجع هذا على كل حال قدم بيم بوشوتا أو ماش قدم بيلوجود ترى لكن إن أفكوده ويك أدقته ويجابن طيب إن أفكوده سكفر يروح رب صوشة. إيمك تلابد وحويان كان قبيل كشجعنا يا كان جفتي قديري قبيل ككاسر رجلي ورك جفتي قديري ينو ينو قديري هو قديري قبيل جورما لجوجد بي جورما كجودبنا قال دي بمحان كرادايا يوكرين أنا جوا ولا على حيله إنه جو الصومالي إن يرى محان قبيل سكوك شجعي نابا. مرك وحن لنا أي شعب ككتنا سلان. ها شعبك وحيابها كتنا سلان تيك توك وناس مالس كم أوله كل الدد وناكسن ويجيران أو سي وناكسن أو وحكفة إيدي صوصي في عن وحكو قصو قد بنية إنك صيد دي وبدي هين إنت سكو في لاشاه قاعدي إن كل وحويان حق النوحان كسلامينا إن لما أنا صومالي أردن إن محاركة برنامج كنا وحن وصوفة للسنة إن سمية شعب كيدي تعلا محان كورا هذا ميل والبيئة دونك كجوغان ay waxaan ku raadahay raali geel raali geliso oo maadaama ayna koolki qalb qof u jawaabi kareen ana qofna ma ay xaqan uga raali geliso talafki sabab qaban kirin laakiin intay soo dar wacdeen oo dhan aad ugu mahadsantiin maxay hayday sadii la soo saateen een kamaradan iyo xogmaalna oo xiisina soo horfaristo ha marka waxaan leenahay een wixii kulli arimay sumeeyay idin haysay ay idin soo salaamisay iyadoo jimladan wata إذا تفارق أنا محن كرة هذا تلفون كيدي كجوابي جونك. جملات هن وحويان حكم الميريا إن وشانل كقرة إن أعلن هاي إن محن كرة هذا يدقوينا فربنا أن صاحبنا هاي أنسكوب براناي أد بني ذي السلام إن حاجة نوح كسلام يا سميتت كي أي نيروبي يقول تكتي أدير كديد دناو كسلام يري وح حاجة كلا أن كسلام يا ديق درجة أو دتك مقدشو قلبي جوا نعكسن له. سلام بدن ايسو سلامي نيجا سو غارسي يا محمد بارسي تيمولو اسنا سلام بدن حاجه ايجا سو غارسي اد يا ادمان ادين سلام يا صومالي ميل ولبي جوجتو الى هي ودن كين انا ودن خير لا هي نوغا ديكو ميل ولبي صومالي جوجتو ان شاء الله باذن الله كريم الى هي كوي كي حمان كوي حمان كما قال الى هي نغام ديكو صومالو دن غول بان لنا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.